السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده سور ما شين. لا فيديو ديال اليوم هي فيديو تحت طلب بزاف ديال الاخوات. فيديو فيها الباترون ديال الكمايم الاكمام. غندير معكم الكمايم دو باز، يعني ماشي كمايم اللي بدي موديل واشكال منوعه، ولكن لا باز ديال الكمايم، ومن بعد نبداو مره ندخلوا عليهم تعديلات باش تشوفوا دي موديل وحدين اخرين. اول حاجه كنحتاجو باش ندير واحد الخط اللي هو مستقيم. الا كانت ورقه ديال الباترون كبيره، المهم ما تكونش ما يكونش هذا الخط في الجنب، حاولوا تقسموها على زوج وهذاك النصف ديروا الخط في المنتصف ديالو، دونك تيكون بحال هكا خط مستقيم. كنهبطوا من الفوق، كنحسبوا واحد 12 سنتيمتر وكنهبطوا. هاد 12 سنتيمتر هذه قاعده، يعني ماشي ما كتختلفش، ولكن دائما كتكون 12 سنتيمتر. 12 سنتيمتر هنايا، ها هي من الفوق حتى للنقطه ديال 12. دابا غادي نحتاجوا واحد المقاسات وحدين اخرين اللي هما ديال هاد الدوره هذه اللي كتكون هنايا، هاد التقويره ديالكم. هاد المقاس هذا يعني كيوضح لكم بان راه الفصاله ديال الكمايم ولا الباترون ديال الكمايم كيجي من بعد ما كنكونوا درنا الباترون ديال الامام والخلف الكورساج. كناخذوا الباترون ديالنا وكنحسبوا تو سامبلومون بالمتر شريط المتر روبان، تنشدوا هاد الدوره هادي وكنعبروها ديال الامام، كنعبروا من الكتف حتى النقطه ديال الابط هكا بالمتر، وكنشوفوا هاد القيمه هادي اللي خرجت لينا، وكنجيو للخلف وكنديروا نفس الشيء من الكتف حتى النقطه ديال الابط وكنحسبوا القيمه اللي خرجت لينا. غادي مثلا فاش حسبنا الامام بالمتر لقينا 26 سنتيمتر، وفاش حسبت الخلف لقيت 25 سنتيمتر. هاد القيمه هادي هي اللي غادي تشوفوها في لي باترون وداكشي، وفي لي فيديو كتلقاوها قياس نصف تقويرات الامام ولا نصف قياس نصف تقويرات الخلف، يعني نص دوره الكمامه ولا اليد هي دائره، دائره هكا من الكتف حتى الابط نصف، ومن الكتف حتى الابط من الخلف حتى هو نصف. يعني هاد القيمات هادو هما اللي غادي نخدمو بهم. كنجيو للباترون ديالنا وكنستخدمو هاد النقطه هادي كروبير، يعني كناخذ المتر، نجيب المتر، كناخذ سوا المتر ولا المسطره وكنحط الصفر في هاد النقطه هادي القنف هنايا، وكنحط المتر ولا المسطره وكنقلب على النقطه ديال 26 سنتيمتر اللي هي القياس ديال الامام. مثلا لقيتو هنايا، لقيتو في هاد النقطه هادي هنايا، كنربط هاد النقطه اللي لقيت بهاد الفوق ديال الخط اللي رسمت الاول. بهذه الطريقة هذه كنجي للجهة الأخرى وكنحط القيمة ديال الخلف، مثلا هذيك 25 سنتيمتر لقيتها هنايا. من بعد ما حددت النقط ديالي ديال الأمام وديال الخلف، هاد الوغد هذا اللي داير أنا راه ماشي ضروري، يعني ممكن هنا يكون الأمام هنا يكون الخلف، ما كيغير حتى شي حاجة. من بعد ما حددت هاد النقط هادو ديال 26 سنتيمتر وديال 25 سنتيمتر، كناخذ كل مسافه في هادو هادي وهادي وكنقسمهم على اربعه القطع، كيعطيني هكا اربعه القطع متساويه. هادو ماشي متساويه مي بون، هكا بهذه الطريقه هادي، وكنمشي للنقطه ديال المنتصف، ما كنقيسهاش، كنجي للنقطه هذه اللي هنايا لتحت وكنهبط بجوج سنتيمتر وكنحدد واحد النقطه خط عمودي، يعني ناخذ المثلث او المسطره وتكون عندي هنايا زاويه قائمه، هنايا تكون عندي زاويه قائمه.
على تنهبط بجوج سنتيمتر، وكنجي من هذه النقطة هذه الفوقانية وكنطلع بجوج سنتيمتر، وحتى هنا تكون عندي زاوية قائمة. هي جوج سنتيمتر تكون عندي زاوية قائمة هنا. هكا، وكندير بالتوازي نفس الشيء في الجهة الأخرى ديال الخلف. كنطلع هنايا بجوج سنتيمتر وكنهبط هنايا بجوج سنتيمتر، والنقطة الوسط ما كنقيسهاش، كتكون هكا. انا نصيبها هنايا بجوج سنتيمتر، هنايا قائمة، وهنا كنهبط بجوج سنتيمتر، وكتكون عندي هنايا زاوية قائمة. دونك بحال هكا. من بعد شنو كندير؟ كنحاول نرسم واحد لاكوب اللي غادي تجمع ليا بين هاد النقطة هادي ديال جوج سنتيمتر اللي حددت، دوز من الوسط طلع لهادي ديال جوج سنتيمتر، وترجع للنقطة اللي بدينا منها. دونك غادي يكون هكا هكا. الجهة الأخرى نفس الشيء، نقطة غادي تبدا من الأسفل توصل لي للنقطة ديال جوج سنتيمتر اللي حددت، كطلع للنقطة ديال الوسط، كطلع لجوج سنتيمتر اللي حددت الفوق، وكتمشي للنقطة اللي بديت منها هكا. هي نورمالمون كاينه عندنا ممكن ديروها بالبيروكي باش ترسموا لاكور مزيان. انا كنرسمها غير بيدي، كنبقى غادا غير بشويه بشويه باش نربط هاد النقاط. انا غادي نجرب نديرها دابا باش نوريكم. كما كتشوفوا كنطلع للنقطه ديال الوسط، كنرسم لاكور هكا. نفس الشيء هنايا، كنرسم على هاد التوب اللي حاطه في الطبلة، كيخربق ليا شوية. ما هو هذا اللي بالحمر، هذه هي لاكو. دابا انتهينا من هذاك الجزء العلوي، دابا جينا للطول ديال الكمامة على حسب الطول اللي بغيتو، واش بغيتوها كامله حتى لهنايا ولا تخواكا ولا نصكم ولا مهم الطول على حسب الرغبه. فاش كنحدد الطول اللي بغيت، كنجي كنعبروا من هذا من هذا الخط ديال المنتصف من الفوق حتى الطول المرغوب فيه. مثلا بغيت الطول يكون حد هنايا، مراعاه القيمه ديال الخياطه، يعني كتزيدوا دائما واحد 4 سنتيمتر، لان غيكون لوغلي غتكون تكفيفه. غنطويو الثوب عاد غادي نعاودو نطويوه، ولا غادي تكون تصفيفه، ولا على حسب داكشي اللي كنديرو. المهم خليو واحد القيمه ديال 4 سنتيمتر هكا تكون عندكم، يعني حتى الا وقع شي غلط ولا الا وقعت شي مشكله في المقص كتلقاو بعدا كيفاش تصححوه. كنحدد النقطه ديال الطول اللي بغيت، وهنايا فين كنحدد العرض ديال الكمامه، واش بغيت كمامه عريضه، بغيت كمامه ضيقه، على حسب العرض. تو سامبلومون راه كتعبروه بالمتر، يعني دوروا على يديكم هكا المتر وشوفوا قداش بغيتوا الطول، واش العرض، واش عريضه بزاف ولا لا. جربوا تخرجوا يديكم باش تشوفوا على حسب البوس، واش باش ما تجيش مزيره بزاف. المهم العرض، من بعد ما كتحددوا العرض كتشدوا هنايا، مثلا جاتني 24، 24 هي اللي بغيت. 24 اللي خرجت لنا ديال 24 كنقسموها على جوج، كتعطيني 12، وكنزيد عليها سنتيم ديال الخياطه، وكنحط هاد القيمه هذه اللي خرجت لي مثلا ديال 13 سنتيمتر بخط عمودي، بخط عمودي مع هاد الخط هذا اللي هابط، يعني هنا كتكون عندي حتى هي زاويه قائمه. وكنعبر هذيك 12 سنتيمتر ديالي من هاد الجي ام 13 سنتيمتر من هنا ومن هنا هكا هكا. وكنربط هاد النقطه هذه ديال الفوق مع هادي، وهادي مع هادي. الا كانت عندكم هاد المسطره هذه اللي كتسمى باللغه
لغه الخياطه كتسمى الريغله، كيصايبوها نورمالمون بالخشب عند النجار، ولكن اللي كانت عندها هذه هي اللي غادي تستعمل، لانها التقويصه هذه اللي فيها كتجي مع الحركه ديال اليد ومع الاناتومي ديال مع شكل اليد ديالنا. دونك كيجي هذا القوس هذا الفوق وكنربطوه مع النقطه ديال العرض الكمامه اللي كيتسمى هاد البلاصه هذه كتسمى فم الكم، هكا كومسا. اللي ما عندهاش كدير بالمسطره عاديه كدير خط مستقيم وتاخذ البيستولي ديالها وتحاول بشويه بشويه دير واحد لاكوب غير شي شويه، ماشي بزاف، غير باش ما تجيش هكا هابطه هذيك الكمامه وكتجي عريضه وما كتجيش زوينه بزاف. فوالا، دونك انا غنديرها غير هنا مستقيمه هكا. فوالا، دونك هذه هي الطريقه انا اللي كندير في الكمايم، ما كنفصلهاش دائما هكا، يعني الجهه الامام والجهه الخلف، كنقتصد الوقت وكناخذ القيمه. انا غادي نوريكم كيفاش كناخذ هاد القيمات اللي خرجوا ليا ديال 26 زائد 25، كندير 26 زائد 25 مقسومه على جوج، وهذا الشيء اللي خرج ليا غادي يخرج ليا 25.5. هاد الشيء اللي كيخرج لي هاد 25.5 كنخدم بها هي القيمه ديال نصف التقويره، وكنخدم الكمامه مطويه، يعني كناخذ الثوب كيكون عندي، هذا هو الثوب ديال الكمامه مثلا كتكون عندي 50 سنتيمتر، كنشد الثوب هكا كنطوي هكا هكا. هاد الجهه هذه اللي فيها جوج طبقات مطويين يعني ما فيهاش الفتحه هي اللي كنخدم بها على اساس هاد الخط ديال الوسط، يعني بحال لا طويت الثوب كنص، وكنرسم الكمامه بهذه الطريقه، يعني كنهبط ب 12 سنتيمتر ديالي هكا، 12 سنتيمتر كنرسمها، كنرسم 12 سنتيمتر وكناخذ هذه القيمه اللي خرجت لي في جمعتهم هاد 25.5 وكنحسبها من هذه النقطه ديال الفوق حتى كنلقاها 25.5 كتكون عندي هكا، وكنقسم المسافه على 4 كما العاده، كنهبط ب 2 سنتيمتر وكنطلع ب 2 سنتيمتر كما هكا. كنحسب الطول ديال الكمامه من هنايا حتى البلاصه اللي بغيت كمسا، كنحدد العرض حتى هو اللي بغيت، كنحدد الكمامه ديالي، كندير القوس اللي قلت لكم يعني واحد شويه كندير هكا. دونك هذه هي الكمامه فينا الان اللي باغيه، مورا هاد كلشي هذاك الشيء اللي قلت لكم، وكنقطع. اذا كنقطع اب 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 هاد الشكل، كنفصل جوج كمامات فوقيته وحده وكنقتصد شويه الوقت. اي فوالا، هادشي على قبل. فوالا، فاش كنفتحها كتعطيني الكمامه كيما فصلتها، هي ماشي بحالها لان الا فصلت الامام بوحدو والخلف بوحدو كتجي مضبوطه اكثر، ولكن هذه هي الطريقه اللي كيدير كلشي لان مقتصد الوقت وكتعطيني جوج كمامات في وقت وجيز. دونك هذا هو التوتوريال ديال الكمامه ديالكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه وتكونوا فهمتوا الطريقه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.